جميل جدا. هناك سؤال آخر كذلك الأمر، يقول سائل فيه: السلام عليكم شيخنا الحبيب، نسأل الله أن يجمعنا وإياكم في جنة الخلد مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. أنا طبيب في مستوصف خاص، وأيضا حكم قبول عينات الأدوية من مندوبي المبيعات، فيقوم المندوب بإعطائي هذه العينة لكي أقوم بوصف هذا العلاج للمرضى، وبارك الله فيكم ونفع بكم. وما ذكره من أن مندوبي الشركات الإنتاج الأدوية يعرضون عليه أو يهدون إليه بعض أدويتهم ليصفها، إذا كان يعرف سلامة العلاج وأنه مساو لغيره فلا حرج في وصفه لمرضاه، وإذا كان يرى أنه دون غيره أو أن غيره أحسن منه فلا يحل له ذلك لأنه غش لمرضاه.